اختفاء لفترة طويلة جدا. لا مش لفترة طويلة قوي يعني. بصي يعني كم سنة المشكلة اللي حصلت 2016. ايه المقصود بالمشكلة اللي حصلت؟ ما مشاكل كتير انت عندك. لا ما عنديش مشاكل. انا بصي انا مشكلة حياتي كلها في اختيار زوج غلط عمل لي كل المشاكل بعديها. تخيلي تختاري راجل غلط في حياتك يسبب لك كل مشاكل حياتك كلها. كل المشاكل اللي حصلت في حياتك بسبب اختيار زوج غلط، لان هو لما عملت ربنا فيه وقفت جنبه ويبقى في بوزيشن مهم على مدار 7 سنين خني رد الفعل كان خني وكان مترشح يجي وزير، فطبعا حيزبونات، انا مسميهم حيزبونات، افتكر انه هيبقى وزير، فازاي دي تبقى حرم الوزير، يلا كرسي في الكلوب. فخني وغدر بيا. لا واحده واحده، وتأمر تديني معلومات كتير مره واحده بس. يعني بدايه كده ساخنه جدا، خيانه وبتاع. خلينا واحده واحده كده، قولي لي الاول، انت متصوره ان هو فعلا الراجل ده السبب في كل المشكلات اللي حصلت لك، ولا انت اللي بتحطي نفسك في مشاكل؟ لا يعني بتدخلي في خناقات مع نجمات، بتطلعي تصريحات صدامية جدا. هقول لك يا ياسمين، انت بتتكلمي ده على مدار مثلا 11 سنه. هو في حد على مدار 11 سنه في وسط فني مشاكل زي اللي انا فيه مش هيبقى عنده خناقه مثلا في لوكيشن، او مثلا رد فعل في حته، او مثلا الناس غيرانه منه؟ يعني وارد، بس انا ما بحطش نفسي في حاجه. انا طول الوقت انا بالنسبه للسوشيال ميديا مثيره للجدل. انا بس يلاقوا غدا ابراهيم في حته لازم يحطوا عباره او جمله او هيدلاين يثيروا بيه الجدل. وانا عايزه اقول لك انا الحمد لله الناس متابعيني بكل حته ما شاء الله. يعني النجمات بتوع الوسط الفني كلهم قاعدين غيرانين من غدا ابراهيم؟ بس لا مش كلهم، مفيش غير غدا ابراهيم، هم واحده وصديقتها بس. مين واحده وصديقتها؟ انا مش هقدر اقول اسامي، عارفه ليه؟ لاني ممكن ترجع عليا بالقضاء تسجني على جمله وهي شريره، فممكن تعمل ده. احنا مش عايزين نتكلم لسه. الحمد لله ربنا نجاني من سجن، الحمد لله، ورقه نجاني من قضيه الحمد لله، كانت عايزه تبقى مدانه فيها وتشطب من نقابه المهن التمثيليه وابقى مش موجوده، ربنا نجاني وفضلت موجوده برضو. بصي انت قلتي لي دلوقتي حاجات كتير جدا تخط سجن ومشاكل وخيانه زوجيه ومكائد من فنانات، فانا عايزه ناخد كده عشان المشاهد اللي قاعد بيتفرج دلوقتي اتخض، ناخدها واحده واحده. انت بداتي درستي باليه ودرستي عود ودرستي بيانو في اسكندريه، وبعدين سبتي الحاجات دي كلها واشتغلتي في التمثيل. ما انا كنت مع الحاجات دي، كنت بمثل في المدرسه وفي الجامعه، كنت بعمل حفلات المدرسه والحفلات الرقص بتاعت النيو يير وكريسماس والجرادويت، يعني كل الحاجات حفلات من وانا صغيره، كل ده مرتبط بالتمثيل كنت حتى بعمل اداء كورالي عشان كنت. بس دخلتي الوسط ازاي؟ الوسط الفني بالصدفه خالص على فكره. أحكي خالص لي. يعني كنت في رحله للقاهره وكان النجم الزعيم عادل امام بيصور فيلم في شارع الهرم، وكان التجمع عند مطعم في اخر الهرم عشان الباص هيتجمع، ده التجمع بتاعنا عشان نشتري سوفونير وحاجات وكده. فلقيت تصوير وتجمع، دخلت كده ابص على التصوير، لقيت عادل امام، لقيته انا عايزه يعني عادل امام. عملت ايه؟ وانا حاجه كده لسه في اولى جامعه، فدخلت كان الله يرحمه محمد زين مدير الانتاج، لقاني كده في وسط الناس، فقال لي تعالي تعملي ايه هنا؟ قلت له احنا في رحله هنا وانا لازم ارجع كمان ساعه، التجمع هنا. قلت له ده ايه ده؟ قال لي فيلم. قلت له الله، بتصوره من امتى؟ كان فيلم ايه تفتكري؟ الارهابي. فقال لي عايزه تمثلي؟ قلت له يا ريت. ايه ده، انت مثلتي فيلم الارهابي؟ مشهد